أهل بلدي من المنزلة لغير أسوان، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغير أسوان. يلي اتحرمتم من التعليم الفرصة لسه قدامكم، من غير ما تغرم ولا ملي إذاعتنا ناوية تعلم. اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس الميعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع بص، اهلا وسهلا، اهلا بيكم، منورين والله، بتوحشوني بجد، وبيوحشني قوي الكلام معاكم في ان احنا نهم كده، نهم ونعمل حاجه جميله. احنا هنلف في مصر كلها من شمالها لجنوبها، هروح اسكندريه والاقصر والقاهره والجيزه وكل الحتت الجميله اللي هنلاقي فيها ناس عندهم اصرار وعندهم عزيمه، وكلهم بيقولوا العلم قوه. يلا بينا. من سيدي بشر لابو العباس، ايوه يا عالم على المنظر. فعلا شباب اسكندريه اللي يفرح اللي نزلوا علشان يقنعوا، حتى يقنعوا كبار السن والشباب اللي زيهم واللي اصغر منهم، بان العلم قوه، وانزلوا وروحوا الفصول وتعلموا. تعظيم سلام لشباب اسكندريه واهل اسكندريه. في اسكندرية شباب مبادرة العلم قوة من بعيد تشوفهم مجموعة، لكن الواقع انهم واحد، لان هدفهم واحد، اقناع الاميين بالتعليم، وده بان في حواراتهم واصرارهم على تحقيق هدفهم. احنا من مؤسسة صناع الحياة، مشروع العلم قوة، هنفتح فصول محو امية عندكم هنا في مسجد الانصاري. ماشي، لو حضرتك تحب تتعلمي. ان شاء الله. ماشي. كل يوم يعني؟ لا، مرتين او ثلاثة في الاسبوع لسه ما عرفناش الايام، بس تعالي تشرفينا في بعض ثلاث ساعات. طب استنى انا نازلة. بصي يا حاجة، ان شاء الله انت هتبقي معانا وهتبقي انت مش هتخسري حاجة، الموضوع مجاني تماما. ماشي، وهتدوني دفاتر يعني؟ هنديكي دفاتر، هنديكي كراسات وكل حاجة. يبقى انا ومرات ابني تكتبي اسمنا. انا ليدر هنا في منطقه 500، بنحاول نجذب اميين وبنجذب متطوعين عشان نفتح فصول هنا في منطقه 500. الحمد لله قدرنا نجذب متطوعين واميين في مسجد الصالحين من 10 دقائق كده، وربنا كرمنا بعدد لا باس به يعني من الاميين، وناس كمان مرحبه بينا جدا وسعيده ان احنا ان في مشروع في مصر اسمه مشروع العلم قوه. وبعد تعب يوم طويل ما كانش فيه غير فرحة بنجاح المهمة. هم دول شباب مبادرة العلم قوة. أنا نفسي أتعلم. صدق اللي قال اسكندرية يا أجدع ناس. فعلا برافو عليكم. أنا عارفة أن أهل اسكندرية عندهم إصرار وعزيمة في أنهم مش يخدموا نفسهم، لا يخدموا الناس التانية، حبايبهم. بلدي من المنزلة لغير أسوان، يا أهل بلدي من المنزلة لغير أسوان. أنا متأكدة إن نجمنا الإعلامي الكبير الأستاذ خير رمضان فعلا هيقنع ناس كتير جدا إنهم يروحوا جري على فصول محو الأمية، لأن كلامه مقنع وإحنا بنصدقه. آه بنصدقه جدا، لأنه إنسان صادق وبيحب مصر. اتعلمت خلاص، خدت حقك من البلد، خدت حقك من التعليم، طيب دفعت إيه؟ كل واحد عنده فرصة كبيرة قوي ممكن يدي للبلد دي حاجة. علم جارك، علم البواب، علم ابن البواب، زكي عن علمك اللي اتعلمته. أنت كده بتزرع شجرة محسوبة لك في الدنيا وفي الآخرة. مصر لها حق عليك، وأول حق إنك تعلم واحد.
بالعلم اللي اتعلمته. عندك ثمن لازم تدفعه وسهل جدا، ضيف لرصيدك في الحياة وعند ربنا. ممكن؟ آه ممكن. ده البرنامج الجميل بتاع الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ خير رمضان، وإحنا بنقول ممكن جدا نمحو الأمية، وممكن جدا العلم يبقى قوة ونحقق الحلم. كان عندنا على مدار الأسبوع اللي فات قصص جميلة جداً كلنا بنفخر بيها وبنحترمها جداً، وكل القصص فعلاً كانت تستاهل الجايزة، لكن هي جايزة واحدة. تعالوا مع بعض بقى نشوف الناس اختارت مين وصوتت لمين أكتر في كل القصص الجميلة عشان يكسب 30,000 جنيه. مبروك عليك. فترة ان انا ادخل المدرسة، جدي والد ابويا كان رافض الفكرة على اساس ان مفيش بنات عندنا التعلم، والبنت غلط ان هي تطلع من البيت والكلام ده كله. فكل ما اشوف حد رايح المدرسة وكده كنت بتأثر، يعني عايزة اتعلم زي الناس دي. فالتحقت بفصول محو الامية وتعليم الكبار، خدت فيها سنة ورحت المدرسة والتحقت بأول اعدادي. وبعد تالت اعدادي طبعا ربنا كرمني والحمد لله رب العالمين، التحقت بثانوية عامة، وربنا ايضا كرمني والتحقت بعد كده بالجامعة كلية دار علوم جامعة المنيا، وحصلت على ليسانس دار علوم في عام 2008. التعليم عند طيبة اللي بدأ من محو الأمية ما وقفش عند حد الليسانس، ده كمان كان في إنجازات بعديه. عملت دبلومة تربوية نظام عامين بتقدير امتياز الحمد لله رب العالمين. حصلت على دورة تدريبية في الاي سي دي ال، وبعد كده في انتل ليرن، وحاليا شغالة في انتل تيتش. رجعنا لقصر مرة تانية وبرضك رحنا للأستاذة طيبة، لكن المرة دي علشان نسلمها جايزة فودافون الأسبوعية 30,000 جنيه، لأنها كانت أكثر حكاية حصلت على أسوان. مبسوطة جدا جدا جدا، وبشكر فودافون على المجهود الجميل الرائع من هذا. انا كنت بحلم بصراحة ان انا اكسب، والبركة في ستي، وستي هم اللي كانوا دايما بيقولوا ان انت هتكسب يعني، والحمد لله رب العالمين. كنت بصلي وبدعي على فكرة، لما اتصلوا بيا قالوا لي انت كسبتي، والله العظيم كنت بصلي وبدعي ربنا ان انا اكسب يعني، والحمد لله ربنا استجاب لدعائي. إن شاء الله هطلع منها جزء لله، وهطلع جدي لرباني عمره. وأنا هجوزك الأول. بقول للناس اللي بيشوفوني إن هم يسعوا جيدا لتعليم أولادهم، لأن التعليم نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. بصراحة كل اللي تعرضوا في البرنامج كانوا يستحقوا الجائزة وأكتر، بس ربنا كتب لي أنا الجائزة، فبتمنى لهم هم برضو فرص سعيدة إن شاء الله في المرات الجاية. بقول للفنانة هلا فاخر الفلوس اهي، مش هديكي على فكرة من دول حاجة، مفيش ثلاثة ولا أربعة هم. ألف 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 مبروك للفايز، وقبال الباقيين يا رب. هتبعتولنا إن شاء الله اس ام اس على 3000 وترشحولنا مين هو الفايز بالجائزة بتاعت فودافون الكبيرة المفرحة اللي هتسعدكم 30,000 جنيه. واللي هيطلع قدامكم على الشاشة دلوقتي عنوان الصفحة اللي هتقدروا تراجعوا بيها كل القصص الجميلة اللي احنا قلناها طول الأسبوع. يا أهل بلدي من المنزلة، من المنزلة لبلد أسوان.
السؤال امبارح كان من الملك الفرعوني الذي هزم الهكسوس، أحمس أو رمسيس الثاني أو أمنحتب الثالث؟ طبعا الإجابة سهلة جدا، أنا عارفاها، أحمس. تعالوا نشوف بقى سعيد الحظ اللي فاز معانا بالعشر تلاف جنيه. بصراحه ما كنتش مصدق ان انا يعني هكسب بالسرعه دي وبالمصداقيه دي، وان حد يجي لي فجاه حتى من غير ما يكلمني، ويعني والمبلغ فجاه لقيته في ايدي. يعني كان نفسي بجد مراتي تكون موجوده معايا في اللحظه دي، يعني لسه رايح عند حمايه امبارح بالليل، فلو اعرف كنت حتى، بس هي بجد كان نفسي تحضر معايا اللحظه الجميله دي يعني فعلا، وانا بستلم اول جايزه خدها في حياتي يعني. بقول اللي ما اتعلمش هو اكيد ما اتعلمش لظروف خارجه عن ارادته طبعا، لان اي حد نفسه ان هو يتعلم وان هو يبقى حاجه، اقول له ان انت لسه الفرصه قدامك وان الموضوع مش صعب. فودافون هي بصراحه يعني انا شايفها احسن شركه في العالم بصراحه، من حيث المجال او الخدمه اللي هي بتقدمها انا شايفها رقم واحد، وبعدين كمان ان يبقى فيه مصداقيه بالشكل ده يعني، وسحب يعني بالشفافيه دي، وحاجه تيجي فجاه كده ومن غير ما حد يكلمني، فدي لوحدها كفايه يعني يعني كفيله تقول الشركه دي بتشتغل ازاي. باي 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 يا مدام هلا. مبروك يا عم، الف مبروك. ماشي يا عم، ماشي معاك حلاوه انت. مبروك مبروك بجد، وانا سعيده جدا لانه اكيد الناس كلها بتبقى سعداء وبيفرحوا لبعض عشان الناس كلها بتحب بعض. سؤال النهارده بقى بيقول ايه؟ من هو موحد القطرين؟ الملك مينا، الملك احمس، الملك اخناتون؟ سؤال تاني، من هو موحد القطرين؟ الملك مينا، الملك احمس، الملك اخناتون؟ طبعا احنا في انتظار رسائلكم على 4-3-3-3-3-3-3 تكسبوا معانا جايزه 10000 جنيه من فودافون. يلا بقى اقول لكم باي باي، واشوفكم الحلقه الثانيه ان شاء الله بكره. باي. والحياة ويا بتتبسم وتبقى